الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا هو سبحانه رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله جميل الذات كامل الصفات. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أولي المكرمات. أما بعد، فيقول المولى عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مشاهدين الأعزاء، في أعظم وأقدم وأجمل حواضر العالم، في مكة المكرمة زادها الله مهابة وتكريما، ولدت سيدة حلقاتنا أمنا خديجة رضي الله عنها، في بيت جاه ووجاهة ومروءة وفطنة ونباهة. ولدت هذه السيدة العظيمة قبل عام الفيل بخمسة عشر سنة. أبوها اسمه خويلد، وجدها الأول من أبيها اسمه أسد، وجدها الثاني عبد العزى، وكلهم من أشراف قريش وسادتها. بل إن عبد العزى هذا كان من الذين وقعوا على حلف الفضول، ذلك الحلف الذي كان يفخر النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره وهو غلام وبالانتماء إليه، والذي كانت غايته هو نصرة المظلومين والوقوف في وجوه الظالمين أيا من كانوا. ولدت السيدة خديجة في هذا البيت، ومنذ نعومة أظافرها بدت مختلفة عن الأقران، جميلة وذات أخلاق حسان، لبيبة تتصرف بتأن واتزان. فسموها الطاهرة، والطهر عنوان، وبرهان ورهان. وما إن بلغت سن الزواج حتى تهافت على خطبتها الشبان، وأتوها من كل مكان. فكانت من نصيب شاب حسيب، نسيب من بني تميم، اسمه هند بن النباش بن زرارة. تزوجت به وأخلصت في عشرته، وأنجبت منه ثلاثة صبية: هالة، وبه كان يكنى، وهند، والطاهر، على اختلاف الروايات بين هل ولدت له اثنين أم ثلاث، لكن كلهم كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشت مع هذا الرجل سنوات، ثم مات زوجها هذا وانتقل إلى دار البقاء، وتركها شابة في ريعان الشباب، تركها مثقلة بحمل ثلاثة أيتام، لكنه ترك لها ثروة هائلة وأموالا طائلة. ما إن التأم جرحها أو كاد، حتى تقدم لخطبتها رجل آخر من بني مخزوم اسمه عتيق بن عائد بن عبد الله، فقبلت به زوجا عله يكون سلوى لمصابها وأبا لأطفالها. تزوجت به وأنجبت منه صبية سموها هندا، ثم مات هذا الرجل كذلك، وتركها وهي التي لم تتجاوز 30 سنة. وهنا قررت العزوف عن الزواج والتفرغ لتربية أطفالها، وبالمال الوفير الذي ورثته عن زوجيها دخلت عالم المال والأعمال، وأصبح لها اسمها في سوق مكة، أصبحت لها مكانتها في أسواق قريش. السيدة خديجة رضي الله عنها كانت امرأة تتسم بالوقار والاحتشام، فلم تكن تنزل السوق بنفسها، ولكن كان لها عبيد وأعوان وخدام،
وكان لقريش رحلتان في العام، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وحينما يأتي موسم هذه الرحلات يحتاج أهل الأموال إلى من يضارب لهم في أموالهم، وبطبيعة الحال يحتاجون إلى أهل الخبرات والمهارات والكفاءات بمثل هذه الرحلات. كان في مكة يتيم فقد أبويه يعيش في كنف عمه، اشتهر بالصدق والأمانة حتى سماه الناس الصادق الأمين. وإن كانت التجارة تحتاج إلى خبراء فهي أحوج منهم إلى أمناء، وهؤلاء عزوا على مرور الدهور والأزمان وهم كالكبريت الأحمر الآن. أخبرت السيدة خديجة عن هذا الشاب اليتيم المعروف بصدقه وأمانته، وحثها بعض أهلها والمقربين منها أن تستخدمه وأن يضارب لها في مالها. فهل يا ترى يقبل هذا الشاب أن يعمل معها؟ وهل يضارب لها في مالها؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وحزبه، والسلام عليكم ورحمة الله.